حججت أنا ووالدتي وزوجتي، وكان الحج حج وكان الحج تمتع، فأكملنا الحج ولله الحمد، ولم نترك لا واجبا ولا ركنا، ولكنني عندما أهديت بواحدة، وعندما رجعت إلى بلدي أبلغني الإخوة بأن لكل واحد منا هدي، فرجعت إلى مكة بعد 3 أيام وذبحت 2 ووزعت ذلك على فقراء مكة. هل حجنا صحيح فضيلة الشيخ؟ نعم، من حج قارنا بين الحج والعمرة أو متمتعا بالعمرة إلى الحج وكان من غير أهل مكة فإنه تجب عليه الفدية، فدية التمتع والقران، بقوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. أوجب على المتمتع والقارن أن يذبح فدية إذا وجدها، فإن لم يجدها فإنه يصوم 10 أيام. ثم قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني وجوب الفدية إنما يكون على من لم يكن من أهل، على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وما ذكرته من أنك حججت أنت وامرأة وزوجتك وأنك ذبحت فدية واحدة ظانا أنها تكفي فهذا خطأ، والصواب ما فعلته أخيرا أنك ترجع إلى مكة أو توكل أن يذبح فدية في مكة وتكون قضاء، ولو فات وقت الذبح فإنها تكون قضاء. نعم.